السؤال التاني كان ايه اللي بعده؟ الشخصية الدرامية القريبة مني هي شخصية هند في فيلم ملك وكتاب، يعني دي أقرب شخصية ليا، هي شبهي خالص، يعني هي أنا مريت بنفس التجارب بتاعتها يعني، بس ما حبيتش محمود عبد السلام، بس يعني بس اللوكيشن وحب اللوكيشن ومشاهدة الأفلام وهند، يعني هند في ملك وكتابة دي أكتر شخصية شبهي.